هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة وبرنامجنا هنا مسبيرو ليوم الأربعاء 17 مايو 2023. حقيقة أنه موضوعنا الحواري المطروح لنقاش اليوم يتعلق بفكرة الطاقة الجديدة والمتجددة، جهود الدولة المصرية في توفير الطاقة الحقيقة وكمان تصديرها والبحث دايما عن بدائل نظيفة. أما فقرتنا الإخبارية فسنقول فيها بين مجموعة من أهم وأحدث الأخبار، هنبدأها من مدينة جدة السعودية. المملكة العربية السعودية تحتضن خلال ساعات القمة العربية المرتقبة، ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عقد اجتماع شارك فيه السيد الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري تحضيرا للقمة العربية. الحقيقة أنه السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قال أنه هذه الزيارة بتأتي في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية، زي ما قلت لحضراتكم المقرر عقدها خلال 48 ساعة يوم 19 تحديدا بالمملكة العربية السعودية. القمة بتأتي في ظل ظروف دقيقة بتمر بها الأمة العربية، الأمر اللي بيستلزم طبعا توحيد الجهود لمواجهة يعني هذه التحديات وأيضا رأب الصدع. خلونا نروح لأستاذنا الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية ليعلق لنا هاتفيا على هذه القمة وأهميتها والتحديات اللي بتواجه الأمة العربية. دكتور حسن مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ شريف، أهلا وسهلا. أولا خليني أسأل حضرتك عن دلالات انعقاد هذه القمة من حيث التوقيت والتحديات أيضا الموجودة. والله يا أستاذ شريف، يعني أنا سمعت حضرتك في المقدمة وأنت بتقول إنه يعني حسب بيان وزارة الخارجية أنها القمة العادية، دورة عادية. نعم. رقم 32، تمام؟ أنا في وجهة نظري الحقيقة أنها ليست عادية. نعم. لأنه التوقيت زي ما حضرتك أشرت والتحديات كمان اللي بتواجهها هذه القمة هي تحديات تجعلها بالفعل غير عادية، لأنه أتوقع أن يخرج منها يعني نتائج غير عادية. أنت النهاردة يعني دي أول قمة تحضرها سوريا كما تعلم، يعني بعد غياب 12 عام، تمام؟ وهذا المكون في حد ذاته أعتقد أنه له دلالات مهمة، أنه يعني لابد من التوحيد العربي، توحيد المواقف العربية. وهنا هيحضرني الحقيقة ما أشار إليه السيد الوزير سامح شكري حين قال أنه حل المشكلات العربية ينبغي أن يأتي من الداخل العربي سدا لمنافذ التدخلات سواء الإقليمية أو الدولية. أنت تعلم طبعا أنه يعني منطقتنا العربية مستهدفة من العديد من يعني القوى الكبرى. الأمر الثاني حقيقة أنه هناك تحديات بعضها برز زي أزمة السودان مثلا، تمام، وبعضها قائم ما زال يبحث عن حل وتداعياته مستمرة زي قضية فلسطين. دول قضيتين رئيسيتين الحقيقة بالنسبة للقادة اللي هيجتمعوا في 19 من مايو الجاري في جدة. أتصور أنه لابد أن يكون هناك موقف موحد، موقف داعم للقضية الفلسطينية وقصاد يعني كل الانتهاكات والتجاوزات، ويمكن حضرتك يحضرك ويحضرنا جميعا يعني الانتهاكات الأخيرة اللي كان مارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين والدماء الفلسطينية الزكية التي تسقط يوميا الحقيقة دون رادع الحقيقة من المجتمع الدولي. الأمر الثاني الحقيقة هو فكرة أزمة السودان، يعني والصراع اللي موجود في السودان، خصوصا أن هذا الصراع له امتدادات إقليمية وله تأثيرات أيضا دولية بلغة. يعني بالضبط، يعني تعرف أن السودان يعني تقع على حدود 7 دول أخرى طبعا. وبالتالي ما يحدث في السودان تتأثر به هذه الدول، وأقرب الدول تأثرا بهذا الأمر طبعا مصر، لأن ده أمنها القومي المباشر. ومن هنا الحقيقة لابد أن يكون في يعني رؤية للتعامل مع هذا الأمر ومحاولة يعني عدم امتداد هذا الصراع أكثر من ذلك، لأنه وارد جدا يا أستاذ شريف أنه هذا الصراع يستمر وتداعياته أيضا تستمر بتأثيراتها السلبية في ظل تدخلات إقليمية ودولية كبيرة الحقيقة في البلد الشقيق. بالضبط بالضبط، يعني أنت أعفتني حتى من هذا الكلام، لأنه هناك تدخلات كثيرة وهناك من يرى فائدة في استمرار هذا الصراع. الحقيقة تداعياته السلبية على كل دول الجوار واضحة للجميع، فلابد أن يكون هناك رؤية واضحة. طبعا نثمن دور المملكة العربية السعودية في أنها يعني استطاعت أن تصل إلى هدنة إنسانية بين قوسين يعني، لكن أتمنى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، لأن في وسط هذه الهدنة الإنسانية أنت تجد يعني الصراع مستمر، تمام؟ وبالتالي طيب، يعني فائدة الهدنة تكون إيه؟ طيب، على ذكر المملكة العربية السعودية يا دكتور حسن، وحضرتك تعلم أنه رئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذه القمة واستضافتها لها أكيد بتلقي بثقل نظرا لمكانة المملكة العالمية وحسن علاقتها كمان بكل الدول العربية والتنسيق الخاص إن صح التعبير بينها وبين مصر. يعني
إلى أي مدى تتوقع نتائج إيجابية من هذه القمة يعني في ظل الرئاسة السعودية؟ ده الحقيقة العنصر الثالث اللي أنا كنت حابب أن أنا أتكلم عنه، إنه بالفعل انتقال يعني الرئاسة من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية، وهي دولة ذات ثقل وتسعى أيضا لدوام التنسيق مع مصر في توحيد المواقف وتوحيد الإجراءات وتوحيد السياسات. أعتقد أنه النتائج اللي هتخرج عن هذه القمة لابد أن تكون نتائج مختلفة، يعني المسألة تتجاوز مجرد الشكب أو الإدانة لبعض القضايا أو حتى يعني إظهار الدعم المعنوي. لا، احنا عندك أدوات ضغط مهمة، خصوصا أنه التطور لحق بمصر ولحق بالمملكة العربية السعودية وكثير من الدول العربية، وبالتالي توحيد المواقف واستخدام أدوات الضغط المتاحة لديها وهي كثيرة يا أستاذ شريف. نعم. يعني استخدام أدوات الضغط الحقيقة لابد أن هو يكون عليه الأولوية في مباحثات القادة يوم الجمعة القادم، وكيفية استخدامها في مواجهة التدخلات العالمية والتدخلات الإقليمية. دون ذلك الحقيقة لا تتحدث عن أمن قومي عربي حقيقي. أنت الآن في موقف دقيق للغاية. المسألة ليست أبعادا عسكرية فقط، ولكن هناك أبعاد اقتصادية محضة، زي ما حضرتك شايف أزمة الطاقة وأزمة الغذاء. هناك أبعاد إنسانية في قضايا الهجرة والنزوح وعملية التطرف والإرهاب، كلها تحديات الحقيقة تنبع من كل الصراعات اللي احنا بنشهدها في منطقتنا، وتستلزم الحقيقة موقفا عربيا موحدا. فأنا الحقيقة أتمنى على القادة المشاركين يوم الجمعة القادم إن هم بالفعل تكون لديهم استراتيجية واضحة لتوزيع الأدوار بين الدول العربية والاستفادة من قوة هذه الدول في مواجهة هذه التحديات، خصوصا انه متوقع حضور لافت يعني للقيادات العربيه والملوك والرؤساء. في اهتمام كبير للحضور طبعا يا استاذ شريف زي ما انت عارف. تمام. لانه الحقيقه انت ليس لديك وقت للطرف، والحقيقه يعني انا بشكر الظروف اللي ادتني الفرصه من خلال برنامج حضرتك المحترم اني اوجه هذا النداء. الحقيقه هو رجاء ونداء انه لابد ان يكون الجميع على مستوى المسؤوليه لمواجهه هذه التحديات خدمه للشعوب العربيه وحفاظا على الامن القومي العربي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام وهنرجع لحضراتكم، لسه عندنا كتير من أخبارنا في هذه الفقرة، ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم مجددا. تابعنا الحقيقة قبل يومين وباهتمام كبير جدا زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منطقة شرق العوينات ليشهد موسم حصاد القمح، وكمان افتتاح واحد من أكبر المصانع الخاصة بتصنيع البطاطس على مستوى العالم طبقا للمعايير العالمية. النهاردة مجلس الوزراء استهل اجتماعه الحقيقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيه الشكر للدولة المصرية، مؤكدا أنه ما تمثله المشروعات الحيوية اللي بتشهدها هذه المنطقة على طول بيقدم ترجمة لاهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي لتلبيه احتياجات السوق المحلية. كمان رئيس الوزراء وجه الشكر لوزارة الدفاع وممثلة في الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي وأيضا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. خلونا يعني نتبين بعض البواقف والأرقام وأهمية هذا النوع من المشروعات القومية الكبرى من خلال هذا الاتصال الهاتفي الذي نجريه بالكاتب الكبير الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل مساء الخيرات. مساء الخير يا أستاذ شريف، ومساء الخير على جمهورك ومشاهدين. ربنا يخليك. أنا بشكرك على وجودك معنا وأنا سعيد على المستوى الشخصي، ولو تأذن لي كنت عايز أسأل حضرتك إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي لمصرنا الكبيرة؟ يعني هو أنا عايز أقول لحضرتك من البداية، مثلا من عام 2014 كان في هناك خطة استراتيجية واضحة للدولة المصرية في مجال الزراعة، بالذات مجال الزراعة للاعتماد على الزراعات الاستراتيجية الخاصة بالدولة المصرية زي القمح وكده. طبعا ده من وجهة نظر القيادة المصرية وقتها ان هو ان يجب على الدولة المصرية ان يكون عندها اكتفاء ذاتي في صناعات في الزراعات الاستراتيجية لعدة أسباب. أول سبب إن الدولة التي تمتلك طعامها زي ما احنا عارفين تمتلك قرارها، دي نقطة. النقطة الثانية إن ممكن يحصل أي أزمات خلال المستقبل، يجب أن يكون هناك في اكتفاء ذاتي للدولة المصرية أو مخزون للدولة المصرية موجود عندها. وابتدت الدولة من وقتها في زراعات الزراعات الاستراتيجية زي القمح، شفنا العديد ايضا القمح والزراعات الاخرى، شفنا في منطقه توشكا وشرق العوينات اللي كانت مهمله لسنوات طويله جدا او ما كانش فيه هناك خبره زراعيه قادره على انها تنتج هذه الزراعات.
قدرت الدوله انها تقتحم هذه المناطق وتبتدي تزرع فيها هذه الزراعات الاستراتيجيه. شفنا شرق العوينات، توشكا، وادي الشيح، ايضا مشروع مستقبل مصر. كل دي مشروعات الهدف منها زراعه القمح بحيث ان يبقى فيه اكتفاء ذاتي للدوله المصريه. وايه اللي برضو الفرق بين الاستيراد وبين الفجوه بين الاستيراد وبين المنتج المحلي؟ طبعا. وايضا يقلل او يوفر عمله صعبه موجوده كنا بنستورد. مصر اكبر مستورد القمح في العالم يا استاذ جميل، يعني مهم جدا هذا التوجه الاستراتيجي للدوله المصريه. بالضبط. على الجانب الاخر من الزراعات دي تم انشاء برضو المشروع القومي لانشاء الصوامع. كان القمح لما كان بيتم تخزينه في الصادق كان بيصدر منه اطنان كثيره جدا تصل الى 1,000,000 طن تقريبا زي ما قال السيد وزير الزراعه، والرطوبه بتاثر فيه، فوجود الصوامع قدرت ان هي تحافظ على المنتج بشكل سليم وما يبقاش فيه هدم، ما يبقاش فيه فساد للقمح وخلافه. وابتدت الدوله تعمل في هذا المجال بشكل سريع جدا، مش في القمح فقط ولكن في كافه الزراعات الاخرى. شفنا حتى مشروعات الصوب الزراعيه، مشروع مستقبل مصر، والاستفاده منها للداخل المصري الزراعات الاخرى وتصدير الفائض منها الى السوق العالمي. شفنا برضو في السوق العالمي منتجات مصريه من الفواكه والخضروات المصريه اللي موجوده فيها. اذا بنوفر عمله صعبه، بنوفر عماله، فرص عمل، بنوفر ايضا فرص عمل مباشره وفرص عمل غير مباشره. غير مباشره طبعا. بالضبط. اذا انت حصل عندك طفره حقيقيه داخل الدوله المصريه بسبب هذه الاستراتيجيه الواضحه اللي بنجني ثمارها في الوقت الحالي، في وقت الازمات، في وقت كورونا، في وقت الازمه الروسيه الاوكرانيه. ما حسيناش بنقص في رغيف الخبز في مصر او المنتجات اللي بتطلع من القمح، كل حاجه متوفره وكل حاجه موجوده. ليه؟ لان كان في استراتيجيه ان المخزون الاستراتيجي يصل الى بدل ما هو كان 3 شهور بتوجيهات من الرئيس كلها 6 شهور، وبالفعل قدرت الدوله انها تحافظ على المنتج بتاعها وتحافظ على المخزون بتاعها وتزيد منه من خلال الزراعه، زراعه الاراضي ولافت كمان. انا بشكر حضرتك على النقطه دي الحقيقه يا استاذ جميل، عايز اسال حضرتك فيها فكره المناطق البعيده عن القاهره، مش عايز اقول المناطق النائيه لكن الاماكن اللي على الحدود سواء شرقا او غربا، شمالا جنوبا، زي شرق العوينات وزي توشكا، انه يبقى موجود فيها هذه المشروعات وهذه التنميه وحتى هذه المصانع. يعني في فلسفه للدوله المصريه في هذا الاطار؟ يعني بالطبع في فلسفه في هذا الاطار، من خلال مثلا المياه هتصل بها ازاي، لانها قريبه من السد مثلا اللي هي بحيره السد، ويبقى في شق للمياه. يعني كل حاجه مدروسه بشكل سليم زي ما قال سياده الرئيس بطريقه علميه، يبقى في دراسه كامله لزراعه هذه المشروعات وهل الارض دي قابله لزراعه القمح ولا لا. يعني مثلا سياده الرئيس تحدث عن منطقه وادي الشيح اللي هي في اسيوط. وادي الشيح دي من سنه مثلا 97 او 98 واحنا بنسمع عنها ان في 10,000 فدان هناك هيتم صحو. للاسف الشديد عشان كان العمل فيها بطريقه غير علميه وغير سليمه ما كانتش بتنتج اي منتج خلال السنوات دي كلها. لكن من 2014 لما اتوضعت الاستراتيجيه الحقيقيه وايضا الاعتماد على الشركات الشراكه مع دول اخرى في مجال الزراعه، يعني احنا عارفين ان في دول يعني شركات اجنبيه بتستثمر في مصر في مجال الزراعه. قدرت هذه الشركات ان هي تنتج ايضا بسبب العلم وبسبب التكنولوجيا الحديثه التي يمتلكوها، قدرت ان هي تزرع منطقه وادي الشيح بشكل مهم. واحنا عارفين ان في شراكه مع العديد من الشركات الاجنبيه في مجال الزراعه زي مجال الصوب الزراعيه، مشاركه مع الجانب الاسباني، شركات اسبانيه عديده بتساهم في هذا المجال. اذا انت بتفتح استثمار ايضا للشركات الاجنبيه انك تجذب الاستثمار في مصر في مجال الزراعه ايضا. عظيم.
يا رب الخير لمصر. يعني الحقيقة أنه هذه التنمية اللي في كل ربوع مصر وفي كل شبر يعني بيعطي الأمل في غد أفضل رغم كل التحديات العالمية. الحقيقة أستاذ جميل أنا بشكرك، شكر الصحفي الكبير أستاذ جميل عفام، مستمرون مع حضراتكم في هذه الجولة الإخبارية بعد الفاصل، ابقوا معنا. برحب بحضراتكم مجددا. عندي خبرين مهمين الحقيقة لهم علاقة بالاقتصاد في وقت يعني طبعا قد ايه حضراتكم عارفين ان هي فترة دقيقة، العالم كله بيمر ببعض المشاكل والمنحنيات وبالتالي في تبعات على كل الدول. النهاردة البنك المركزي تتويجا لجهوده يعني مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك بيحصل على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث. معنى الكلام ده ايه؟ يعني البيان مطول الحقيقة، هنتلو كده جزء منه ثم نذهب إلى كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ خليفة أدهم ليطلعنا على التفاصيل. إنه الحقيقة نجح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي المصري في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية فيرست بعد استيفاء وتلبية جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية في فترة زمنية وجيزة ليصبح أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليا في جمهورية مصر العربية. ده معناه إيه؟ واستراتيجية البنك لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي. بعد الفاصل ضيفنا الكريم زي ما قلنا لحضراتكم هيكون المهندس محمد سليم وحديث عن الطاقة والتطور والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها مصر في هذا المجال. ابقوا معنا.